المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا. لما دخلنا أول يوم بالتحديد كان يوم حار وكان يوم غريب، عدد كبير من البنات معانا، العدد تقريبا يزيد عن 400 بنت هذاك اليوم. مشاعر مختلطة من الفخر بوصول مرحلة تعليمية جديدة، المرحلة الجامعية، في مشاعر من الخوف والرهبة من عرش اللي بيينا، ولكن ولله الحمد ما زلت أستذكر كذلك هذه اللحظة اللي وقفت بيني وبين نفسي وقلت ابتداء من اليوم تبتدي مرحلة جديدة. أمي موصيتني أن في كل مرحلة من حياتي أترك بصمة إيجابية بأقصى قدرة أقدر عليها. شيخنا هيام بن مبارك الله يعطيه الصحة والعافية ويطول في عمره، أنا ذا كان وزير للتعليم العالي، ولا زلت أستذكر حتى الآن وقفاته معنا كطالبات، وبالأخص في إعطائنا الفرصة لتمثيل اسم دولة الإمارات في كل المحافل. استغربت في انضمامنا لجامعة زايد في أول سنة، وكنا طالبات يمكن 18 سنة، عمارنا أصغار، طلب منا الله يحفظه ويطول في عمره الشيخ نهيان أن نمثل جامعة زايد في مؤتمر تعليمي كبير. أتتنا مشاعر الرهبة وتحمل المسؤولية، ولكن واليوم أنا أعرف سبب هذا الطلب اللي طلبه منا الشيخ نهيان. هذه المواقف التي أهلتنا فيها جامعة زايد بكادرها التعليمي المتميز خلق منا ولله الحمد وصنع منا بنات جامعة زايد وبنات زايد مثل من دائما نقول يمثلنا بإذن الله، ونأمل أن نمثل دولة الإمارات أحسن تمثيل في المحافل الدولية وفي كل مكان. طلبة جامعة زايد أرسل لهم تحية من خلال هذه العدسة، ونطلب منهم التميز لأنهم بإذن الله سيكونون الجيل الذي سيرفعون راية الاتحاد مستمرة في 50 عام القادمة وما بعدها بإذن الله. أيامي في جامعة زايد كانت أيام مليئة بالشغف وحب التعلم والإصرار. طموحي وحماسي لخوض تجربة دراسية مختلفة هو سبب رئيسي لانضمامي بجامعة زايد والتسجيل في تخصص نادر وجديد من نوعه على بنات الإمارات في ذاك الوقت. كنت متيقنة من نجاحي لأن بنات زايد لا يعرفن التراجع مهما كان، وكنت على يقين تام بأننا سننجز وسنتفوق ونقدم أفضل ما عندنا لخدمة الوطن والمجتمع. والدليل اليوم نحن كبنات الإمارات صرنا سفراء لدولتنا الحبيبة في مجالات مختلفة، وبالنسبة لي أنا فخورة للغاية كوني رجعت لجامعة زايد وأشغل منصب مهم في إدارة تقنية المعلومات، وهذا المنصب يعتبر امتداد لمسيرتي الدراسية وخبرتي العملية. شكرا لوطني، شكرا لقادتي، شكرا لجامعتي. كثير ممتنة لجامعة زايد وهيئة التدريس على الدعم اللي قدمونا إياه وزودونا بالمهارات اللازمة لنكون قياديين ونشغل مناصب مهمة في الدولة، وبإذن الله نستكمل مسيرة القيادة الرشيدة نحو 50 سنة القادمة. الحمد لله احنا في دولة الإمارات لا نعرف المستحيل. بدأت مسيرتي في تأسيس إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد في 2010 لاستحداث خدمات متخصصة للطلبة من أصحاب الهمم لدعمهم في مسيرتهم الأكاديمية وتهيئتهم للحصول على فرص عمل متكافئة تتناسب وطموحاتهم وقدراتهم. سنستمر في تقديم أفضل الممارسات والخدمات في مجال تعليم أصحاب الهمم. حصلت كل الدعم اللي كنت أحتاجه من الكادر التعليمي والإداري في هذه الجامعة علشان أبني نفسي لخدمة هذا الوطن واتحاده، وسخر كل هذا في خدمة الأجيال القادمة. I am proud to be part of students' journey and I capture their happy moment. They are in very very high positions. Some ministers, some directors, some managers, and they are serving UAE and also I am serving UAE. بدأنا بال 98 بتسجيل 800 طالبة بين أبو ظبي ودبي. والآن وبعد المسيرة 23 سنة مسجل لدينا 11,000 طالب وطالبة يتم الإعدادهم ليكون القادة للدولة للـ50 سنة القادمة.
جامعة زايد ربتنا على نهج الوالد زايد الله يرحمه، بحيث النمو والتطور هو جزء من هويتنا الإماراتية، هو جزء من أصالتنا أن نكون الأفضل في مجالنا. أنا أسير على خطاهم وخطى قادتنا في تقديم الأفضل لوطني. أنا أحمل راية بنات زايد وكل طلاب الجامعة يشعرون بالمسؤولية تجاه هذا الوطن. نحن نبني 50 سنة الجاية والدور علينا الحين. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها، وأن أحافظ على أمنها واستقرارها، وأن أكون مطيعاً للدستور والقانون، وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد، وأن أؤدي واجباتي بالصدق والأمانة، والله على ما أقول شهيد. وربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات لكل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.